أقف الآن بطريق الموت الرابط بين واسط وبغداد. هنا تحدث بشكل يومي حوادث مفجعة، أربعة منها حدثت في يوم واحد خلال الأسبوع الماضي وأودت بحياة الشاعر سمير صبيح. يتكرر هذا المشهد كثيرا إلى درجة أن كاميرتنا وثقت تدهور سيارة في المنحدر المسبب للحوادث على جانب الطريق لحظة إعداد التقرير. نزل السيارة تكتار، نزل بعد ما سيطرت عليها افتردت. نجا السائق، لكن أكثر من 20 شخصا لقوا حتفهم في الأيام القليلة الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى نحو 100 منذ مطلع العام. الفترة الأخيرة أو الشهر الأخير ما لا يقل عن 100 حادث تقريبا. النسب الوفيات كانت اللي وصلوا متوفين كانوا تقريبا بالعشرين حالة إلى أكثر 21 حالة. أسير الآن ببطء بسبب هذه الشاحنة، وهذا يجعلني أفكر في اجتيازها، ولكن الطريق لا يتسع، وإذا ما أردت الاجتياز فالإطارات من الجهة اليمنى ستكون على حافة طريق قد حفرت جوانبه مترين أو أقل، وهذا سبب خطورة هذا الشارع. قبل أكثر من عام وقعت الحكومة عقدا مع شركة حمورابي بنحو 90 مليار دينار لتوسعة الطريق وصيانته، إلا أن توقف منح المشروع عطل عمل الشركة. ويقول مكتب محافظة واسط أن بقاء موازنة الطرق الخارجية بعهدة وزارة الإسكان يعد خرقا لقانون فك الارتباط القاضي بتحويل دوائر الطرق والجسور إلى الحكومات المحلية، ما دفع المحافظة إلى الاحتفاظ بحقه القانوني أزاء الجهات المسؤولة عن إكساء الطريق. هذه مشكلة قائمة وأزلية. إحنا لحد البارحة عندنا اجتماع مساء كان حول هذا الموضوع، وسوينا أيضا مخاطب وليس مخاطب وإنما تأكيد على مخاطباتنا السابقة أنه أن يكون لنا دور في على الأقل الإشراف على هذه المشاريع اللي تكون ضمن محافظاتنا. منذ قرابة 6 سنوات تفرض دائرة المرور جبايات على المركبات أقلها 60,000 دينار لصيانة الطرق الخارجية، وبالرغم من ذلك لم يطرأ أي تغيير على شبكات الطرق. من واسط حمزة الأسدي، UTV.